شبكة الشريعة عين على المنهج والعقيدة. عين على المنهج والعقيدة. عين على المنهج والعقيدة. ويحارب أشد الحرب من يتكلم على هؤلاء المبتدعين وعلى كتبهم نصحا لله. جماعة تنصح لله، تحذر من هذا الشر، تحذر من هذا البدع، تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام وتأسيا بالسلف الصالح، فيأتي هؤلاء يتهمونهم ويقذفونهم بشتى التهم ويحاربونهم ويقول نحن أهل السنة والجماعة، نحن أنصار الله، نحن أنصار سيدكم مجدد البنا مجدد الموجود، وهم أهل بدع وضلال. والله والله الخوارج ما يصل إلى شيء مما وصل لهؤلاء من البدع والضلال، وهذه كتبهم وهذا الميدان نتحداهم. الذين قتلهم علي، حتى الخوارج الموجودة الآن لا توجد عندهم البدع التي توجد عند سيفهم. الخوارج الموجودة الآن لو أحصيت بدعهم لا تجدها شيء إلى جانب بدع سيد قطب الذي جمع البدع من كل أكنافها وأطرافها وصبها في كتبه، ويتظاهر بالحماس للإسلام، وهو يكفر الأمة بدءا من الصحابة إلى يومك هذا. الخوارج ما فعلوا هذا، الخوارج ما فعلوا هذا، ونقول مجدد وإمام ونستميت في الدفاع عنه وعن كتبه. هؤلاء يحسبون على السنة، هؤلاء من الطائفة المنصورة، غلط ورب السماء. عليهم أن يعودوا إلى الله ويسلكوا طريق السلف في المواقف الصحيحة من أهل البدع والضلال. أنا لا أعرف فتنة الآن على وجه الأرض أشد على المسلمين من فتنة منهج سيد قطب ومن كتبه، لا أجد فتنة على وجه الأرض أشد من هذه. واجتاحت التجمعات السلفية، إذا كان ضلالات أهل البدع محصورة في أهل البدع والضلال فهذه والله استهدفت جامعات هذا البلد، جامعات التوحيد والسنة، وزلزلتها وخربت عقائد أبنائها وتصوراتهم، وهدمت باب الولاء والبراء لله وللحق، وحاجتهم إلى نصرة البدع والضلالات. هذا شيء موجود ملبوس، من يكابر في هذا؟ لا يكابر في هذا إلا إنسان غير سوي عقلا ولا خلقا. هذا موجود ملموس، من يدافع عن سيد قطب؟ ماذا حوى سيد قطب؟ والله أقرأ في كتاب الزمخشري المعتزل الغالي وأقرأ الظلال فأجد كتاب الزمخشري كأنه السلفي إلى جانب كتاب سيد قطب. كتاب هذا المعتزل الزمخشري والله أحرقه المبتدعين المنتسبين إلى السنة، هم مبتدعون والله ما أطاروا. والآن شباب السنة المنتمين للمنهج السلفي يطبع من أجلهم الضلال أكثر من 18 طبعة، ويلتهمونه في مشارق الأرض ومغاربها التجمعات السلفية التي أفسدت بهذه الكتب واستهدفت بهذه الكتب، المعالم، العدالة، الضلال إلى آخره. أكثر من 70 بدعة كبرى حوتها هذه الكتب، من وحدة الوجود إلى آخر بدعة الخوارج والعياذ بالله. ثم هذا الرجل مقدس وكتبه مقدسة، فأين العقيدة؟ أين المنهج السلفي؟ أين منهج هذه الطائفة الناجية المنصورة؟ أين قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين؟ الآن يشهدون باطلا وزورا لكتب سيد قطب أنها نافعة ومفيدة، وكتب فلان لترد عليها وتبين ضلالاته وخرافاته وأساطيره كتب باطلة، هذه يجب حرقها ويجب إعدامها ويجب محاربتها ومحاربة أهلها. فهل من يفعل هذا يكون أهل السنة يا أخوة؟ يجب أن نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. فيكم قضاة الآن، تدربتم على الحكم في القضايا الصغيرة والكبيرة، ما الذي يمنعكم أن تقولوا كلمة الحق؟ إذا كان الذي رد على سيد قطب ضال بينوا بالأدلة البرهان أنه ضال، وأن سيد قطب على منهج أحمد بن حنبل وعلى منهج الصديق أبي بكر في العقيدة والعبادة، وخلاص نسلم له بالأدلة. وإذا تبين أن سيد قطب على منهج ابن عربي في تقرير وحدة الوجود، وعلى منهج جهب بن صفوان في تعطيل الصفات،
والقول بخلق القرآن، وعلى منهج ماركس في الاشتراكية، وعلى منهج الماسونية في حرية الأديان، يدعو إلى حرية الأديان ويقول إن الإسلام جاء لحرية الأديان والقضاء على التعصب الديني، ويقول إن الدين ليس، إن العبادة ليست وظيفة حياة، ويقول أفكار مادية إدمانية ماسونية وتقدم لشبابنا أنها الإسلام. وبعدين يقول أنا سب، يا أخي أنا سب والله، والله قد مات ولا ما قدم، لكن هذا موجود في كتبي. هل يجوز لمسلم يحترم الإسلام ويحترم الحق أن يرى هذا الضلال الكبير العريض ثم يسكت عنه خوفا أو مجاملة أو نفاقا أو تقيا؟ والله لو تراق دماؤنا، والله لو تنهب تذهب أموالنا ونفوسنا، إنها فداء الإسلام، لنقولن كلمة الحق ورب السماء والأرض، والله لنقولنها وإن رغمت أنوف ورب السماء. والله والله ما رأيت في كتب البدع أضل من كتب سيدكم ورب السماء والأرض، لأنها جمعت البدع من كل أطرافها، وما ترك أصلا من أصول البدع إلا أحياء. فاتقوا الله يا مسلمين في أنفسكم وفي أبنائكم، والله إذا كان غيركم يعذر لا تعذرون أبدا، لا تعذرون، لأن الحق أمامكم، تدرسونها من الابتدائي والثانوي والجامعة والماجستير والدكتوراة وكل مراحل، وكتب ابن تيمية وابن القيم وأحمد بن حنبل والبخاري، ولا موجودة لغيركم، ما أعذركم، وتفهمونها. قولوا كلمة الحق، قولوا كلمة الحق يا قضاة المسلمين ويا طلاب العلم، انصروا الله ينصركم، لا تنصروا أهل الباطل ولا تنصروا أهل البدع، وكونوا على طريقة الإمام أحمد الذي ما سكت عن قضية واحدة وعرض لها نفسه ودمه، وتعرض لها أهل السنة وأريقت الدماء بسبب قضية واحدة من قضايا سيدكم ورب السماء، والله قضية واحدة من قضايا سيدكم، إن أحمد عرض نفسه للموت، وإن أهل السنة عرضوا نفسهم للفناء والدمار والهلاك من أجل القول بخلق القرآن. والله يقول سيدكم ورب السماء وقال بوحدة الوجود وأيدها ومدحها، ولا يكابر في هذا إلا من لا يخاف الله تبارك وتعالى ولا يتقي الله في المسلمين. ووالله قال بالاشتراكية وقال بالحاكمية، ماذا قال بالحاكمية؟ قال لا بد الإسلام لله، شوف لا بد، لماذا؟ لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال. نحكم الإسلام يصوغ من الشيوعية والنصرانية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما، أهداف الشيوعية والنصرانية، محمد بعث لتحقيق أهداف الشيوعيين والنصارى. أي والله المستشرقين الذين قالوا إن محمد يأخذ القرآن من تورات الإنجيل، ما وصل قوله إلى هذا، ما وصل إلى هذا الضلال. يعني الآن يقول محمد الإسلام مأخوذ من الشيوعية والنصرانية، أو جاء يقمم من الشيوعية والنصرانية، أي هاي الإسلام تفوق هذا؟ فيا إخوتاه الأمر جد، أمر مولع، أمر عقيدة، أمر حق، صراع بين الحق والباطل. الباطل هجم على هذا البلد لابسا لباس الإسلام، وهو يحمل في طياته كل أسلحة الدمار، وفعلا والله تمكنوا من تدمير شبابنا. فالآن شبابنا يلهث وراء من؟ وراء كتب سيد رب سيد رب. الذي هذا بعض أوصافه، يعني كونوا قتل، يا أخي قتل الحلاج وقتل الروافض، والله يمكن آلاف مدري ملايين قتلوا في قتال صدام، روافض يقاتلوا عن دينهم، فهل نقول هؤلاء الحق؟ كل من قتل وهو على باطل نجعل باطله حقا؟ إذا قتل وهو يرى أن هذا هو الإسلام، وحدة الوجود والخرافات والبدع والضائرة هي الإسلام، وقتل من أجلها نقول شهيد الإسلام، ونزيف الإسلام ونحرف على جانه، يا أخي قد تولاه الله، يدخل الجنة يدخل النار، ما له شغل. لكن كتب الآن تظل أبناءنا، الآن يا إخوة الكلام في الكتب التي تنتشر ينشرها الإخوان المسلمون وينشرها محمد قطب من 30 سنة و40 سنة في هذا البلد، وهي فيها الطعن في الصحابة، فيها تكفير بني أمية، فيها تكفير الأمة، فيها تحريف الدين، فيها تحريف التوحيد، وهم ينشرونه. لماذا ينشرون هذا الباطل؟ ولماذا يقر هذا الباطل في بلاد التوحيد؟ لو كان في بلاد الخرافات لا أقول خرافيين،
لكن بلادك وأن السلفيين التوحيد يا أخي. كيف الآن نمنع؟ والله كثير من الكتب ممنوعة، كثير من الكتب ممنوعة، كتب صوفية ممنوعة. أنا طول حياتي أتلهف أبغى أشتري كتب صوفية من مكتبات المملكة، ما أجد في أي مكتبة إلا إن كان يبيعهم سرا، لأنه يعني ممنوع. وهذه من مزايا هذا البلد ومن آثار هذا المنهج الصحيح. حتى خرجت إلى السودان فوجدت فرصة واشتريت عددا من الكتب لكل طائفة كتاب، وجئت أقارن بينها، أدرسها دراسة مقارنة، الشاذلية والتيجانية والمرغنية والبرهانية من البرهامية وهو إلى آخره، وأقرأ فيها، وإذا بها كلها تشترك في الدعوة إلى وحدة الوجود والشرك بالله، وأن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. ويقول قائلهم الشيخ المرغنية يقول: وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلاله، فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في ساعتي مستهلك بالي، أنا كنت أنا الله في الأزل، والعرش والكون كلهم في يدي مثل النملة، إلى آخر الدعاوى الكاذبة يدعي الألوهية. لكن هذه مرفوضة، يرفضها أبناءنا، ولكن الذي ينطلي عليهم ويخدعون به إنما هذه الكتب ما شاء الله التي تبرز في غاية الحماس الإسلام، وتكفر المجتمعات لأجل الإسلام، وتكفر الحكام لأجل الإسلام، وعندها من الكفريات، فيها من الكفريات ما يتضاءل أمامه كفر الحكام، ما فيش نسبة بين الكفريات التي تضمنت هذه الكتب وبين هؤلاء الذين نحن في الوقت. شبكة الشريعة عين على المنهج والعقيدة، عين على المنهج والعقيدة، عين على المنهج والعقيدة.